وفي كل جولة مغاربية لدينا دائما قصة تروى، من ازدحام الأسواق والأكلات الشعبية إلى الاعتكاف والحرص على ارتداء الملابس التقليدية، تحتفي دولة ليبيا على طريقتها الخاصة بشهر رمضان المعظم. وعن التقاليد الليبية الخاصة بهذا الشهر لدينا لكم قصة تروى. كل دولة من دول المغرب العربي تختلف طرق الاحتفاء والتقاليد الخاصة بشهر رمضان المعظم، وجولتنا اليوم من ليبيا التي يبدأ أبناؤها بالاستعداد لشهر رمضان الكريم بداية من نصف شهر شعبان، فتزدحم الأسواق بالمتسوقين لشراء المواد الغذائية. ومع بداية شهر رمضان المعظم تمتلئ الشوارع في ليبيا بنشاط وحركة على مدار اليوم وحتى الساعات الأولى من الفجر، وتنتشر موائد الرحمن وأيضا موائد العائلات الكبيرة في أوائل شهر رمضان المعظم، حيث يجتمع رجال الأسرة في بيت كبير العائلة. أما البيوت فتنتشر فيها روائح أنواع التوابل والبهارات والتي يتميز بها المطبخ الليبي، وهو أحد أنواع البخور المحببة لقلوب الليبيين. وتتفنن ربة البيوت في إعداد أشهر الأكلات الليبية والتي لا تخلو السفرة الليبية من بعض أنواعها على مدار شهر رمضان المعظم، كالشوربة العربية والكيمياء. ويتفنن فتيات العائلة في صناعة المخبوزات والمقليات كالسمبوسك والبوريك. كما تزدحم البيوت كل يوم تقريبا بالأقارب والجيران، إما وقت الإفطار أو بعد ذلك. ومن المساجد تصدح التكبيرات من وقت العصر وحتى المغرب، وتزدحم المساجد بجموع المصلين، حيث يصطحب الأباء أبناءهم الصغار إلى المساجد، ويعكف الرجال في هذا الشهر على ارتداء الملابس التقليدية الليبية لصحبة أبنائهم. أما الزوايا والطرق الصوفية بمختلف المناطق الليبية، فتبدأ التجهيزات لاحتفالات بليلة فتح مكة وغزوة بدر الكبرى وليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم بالمجالس القرآنية والأدعية.